كافية لبناء توازن بين مختلف الأنشطة الاقتصادية أو أم أنها بحاجة إلى ترسانة أخرى؟ والسؤال الرابع اللي اختاريت أنني نجاوب عليه لأنه تا هو مهم بزاف وهذا تا هو موضوع التساؤلات ديالنا كمهنيين، ما هي شنو هما الخطوات اللي حنا كمهنيين كنحتاجو القيام بها إذا اكتمل مسار الترخيص لعودة نشاط صرف الرمال خارج جوديفيان، خارج مقتضيات قانون المقالع 27/13. ملي كنقولو خارج هذا القانون هذا يعني راه كنرجعو للعشوائية والتدمير ديال الترب. مع هذا القانون هذا حاول ما امكن انه غادي نجاوب عليه. على اين؟ مرة اخرى كنشكر الاخوان ديالنا ديال اللي تطرقتوا لهذا الموضوع ديال جرف الرمال بالشواطئ، خاصة بالسواحل ديال العريش، وسابقا كانت بالمهدية، كنت كنتمنى العودة ترجعوا لهذا الساحل. احنا كممثلين وكمنتخبين دستوريين من المفروض علينا اننا ندافعوا على الاستثمارات ديالنا في قطاع الصيد البحري وندافع. كاين هذا النقطة الأولى هو تقدر يعني هذه الإيجابيات اللي عندنا ديال الصيانة، أننا تنوليو عوض ما كنا نخدمو 120 يوم ولينا كنخدمو حتى 180 يوم حتى 200 يوم يعني في السنة جراء الصيانة ديال الشونال. كنمشي للنقطة الثانية اللي ديال هذا سميتو اللي هي ديال رمال الاستغلال. هذا النوع يعني بكل صراحة تقنن بفضل قانون المقالع الجديد الذي ينص على الجرف في أعماق تفوق 20 متر والقيام بدراسة التأثير على البيئة التي تصدر عليها وزارة البيئة واللجنة تضم في عضوتها جميع قطاعات منها قطاع ديال الصيد البحري. قطاع الصيد البحري فيه وزارة الصيد، فيه المعهد العلمي ديالنا حنا ديال الإنراش، وهنا اللي طمئن اكثر وانا شخصيا تواصلت مع المدير العام ديال